السلام عليكم، مرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي لاباس؟ اليوم نتقاسم معكم مشتريات قضيتها للكوزينه وواحد الحاجة أخرى تقضيتها حتى هي، غادي نشاركها معكم. نتمنى يعجبكم ونتقاسم معكم الأفكار والاستفادة. نتمنى تستافدوا. اللي راه عاد كيستعد لتجهيز الدار ديالو، هي أفكار. المرة الفايتة وريتكم الطاجين اللي شريت ديال لاسيغي برا، ديال ديك لامارك برا. انا شريت هاد دابا، استغليت التخفيضات وشريت هاد المقالي، لانهم الصراحة عجبوني بزاف، عجبوني بزاف الطريقة الطياب ديالهم. هانتوما كيجيو في هاد، تيجيو في الباكية ديالهم هكا. هادي الحجم ديال 20 سنتيمتر صغيرة، دي جوج، لان الثمن ديالهم مرتفع بزاف وما دايرينش فيهم التخفيض بزاف. دونك ديت جوج مع الطنجره، هما هادوك مزيانين للكوزينه. هانتوما راه كيجيو كيجيو الاختصاص. هذه هي اللي قلت لكم الكامار التاليه ديال هاد كوسينابرا. ديروا كوسينابرا باغ انترنيت غادي يجيوكم كاع لي سيري ديالها. هذه هي الاخريه اللي خرجوا، داروا فيها بزاف ديال التحسينات، وداروا فيها هاد الملمس اللي داروا هنا فوق الراد واللي كيحميك من الميتال، ما كي ترانسميتاش لي زاليمون، وما كتحتاجش الزيت بزاف، وكنقتصدوا في الضوء، وكنساعدوا في كي كنقولوا حنا في الميديو امبيانتي ايكو. يعني فيها بزاف ديال الخصائص و سي اون تري بون كاليتي. غادي نفتحها معكم باش نوريها لكم. هذا الشيء ما رانيش عارفه كيف يدير يتحل، ولكن غادي نحاول، لان هادو كيجيو كيديمونطاو لهم اليدين ونقدو نستعملوها هكا. ها نتوما راه كتصلح لجميع انواع الكوزينات، كدار في الغساله كما قلت لكم، انا ما نديرهاش في الغساله، كتصلح للغاز، للفيترو سيراميك، الاندوكسيون، ولكن هادو سبيسيال اندوكسيون. ها نتوما سيف انرجي سيستم اندوكسيون، يعني كنحافظوا على الضوء، ما كنخسروهش بزاف، لان دغيا كيترانسميتيو الحراره. وعندهم هاد الريفيستيمينتو، هاد بحال كوفرتور ديال تيفلون اللي كتحمي لي زاليمون ما كنترانسميتيوش الحديد لي زاليمون. وعندها الشداده ديالها هكا، ها نتوما تري اليغونت، ثقيله، كتعرفي بانها مقله صحيحه، ولا احتلينا عليها غادي غتبقى معكم في الدار الوقت طويل، لان الصراحه المعدن ديالها مزيان. شريت هادي، وشريت هادي ديال 26، لان عندي انا المقالي كبار، عندي هاد الحجم اللي كان خاصني. غادي نفتحو معكم حتى هو. غادي نحيد له اليد، عندي اليد كتحيد من هنا. تجيب الكتيب ديالها بطبيعة الحال، تجيب الكتاب ديالها، مقلة غزالة، تعرفي بأنها مقلة صحيحة ولا كاليتي رفيعة بزاف. أنا عجبوني بزاف هاد المقالي، ما داروش فيهم التخفيض 50%، داروا فيهم التخفيض غير 30% كما المرة الفايتة، واخا راه حنا في وقت ديال الرباخات، ولكن ما داروش فيهم لأنهم ألتا غاما كي كنقولو حنايا. و خديت ليهم هاد لو بروتيج، هذا بروتيج المقالي، كيجيو في جوج في الباكية، باش فاش غادي نحيدو نعدلو معاكم هنا. باش فاش نحطو المقلة غادي نحطوها على هاد الشكل، نوريكم. غادي نديرو لها هكا ونديرو لها هكا، وبهاد الطريقة ما كنكرطوش لو فون ديال المقلة الأخرى. ونديرو عاوتاني هكا ونحطو عليها حاجة أخرى، وكيجي بهاد الشكل هكا أنيق إليغون. وميم طون هادو نقدو نديرو لهم بزاف ديال الإستعمالات، بحال بخوطيج مانتيل،
حتى تكوني جابداها من الفران وديريها راه بقات لاصقه عليها، ديريها هكا وتحطي عليها. شفتوا راه كيبدا لاصق عليها؟ وخديت هاد لاسباتيل، دابا انا كنستعمل غير هادو، ما بقيتش كنستعمل د الخشب، وهادو ما كنستعملش غير ديال المعدن ديال الحديد اللي اولا لينوكس، لانهم كيكرطوا الاواني، كيضيعوا الاواني. الواحد يشري حاجه، يشري حاجه مزيانه تصبر له بوغ توجور. دابا هادو غادي نغسلهم، هادو ديال السيليكون، ولكن واخا سيليكون الداخل ديالهم فيهم الحديد، كيكونوا زايدين ثمن ولكن كاليتي رفيعه. وكما شفتوا كنشريهم في الاحمر باش ندير لاصو اختي، راكو عارفين. وخديت هاد لي بول، كنعجبوني المره الفايته وما خديتهمش، خديتهم هاد المره ديال لا سالاد. هادو ديال البامبو، رائعين في لي سالاد وهكا الفرديين زوينين، كيجيو على هاد الشكل. خديت جوج، عندي حجم اخر متوسط وحجم كبير، ولكن هذا الحجم الصغير ما كانش عندي عاد خديته. هكا العشاء سلطه فرديه ناكلوها في الطابير، رائعه جدا ديال البامبو. وبطبيعه الحال نشارك معكم البلانشا، راه بعض منكم تكونوا عارفين هذا النوع ديال البلانشا، ديال سانت الك دي ميليس تيتانيوم، ديال تيتانيوم ديال الفابور، رائع جدا. هذا ما داروش فيه بطبيعه الحال التخفيض، كون عارفين الكورت انجليز راه فيه عندهم لا كاليتي. غادي نفتحو معكم انبوكسين، والله الا انبوكسين راني دايرته معكم. كيجي على هذا الشكل، كيجي فيه هذا، نشوف هذا ديال الكيراتين كير، ها هما راهم كاتبينهم هنا، ولكن راه ما جاي دايرين فيه غير هاد الصوبري. هادو كيتباعوا اباغ الا بغيتو تكومونديوهم. هاد البلانشا ديال الشعر كتخدم بالفابور، كيجي هنا الدوسيس ديال الماء اللي كنعبروا به، وكتجي على هاد الشكل انيقه جدا. هانتوما انا راه عرفتو فوقاش وانا باغا هاد البلانشا ديال الشعر، شحال هادي وانا باغاه اليوم عاد كتاب له. ها هو كيجي السيك ديالو، ها هو. دابا ندير لكم عليها ريفيو، كيفاش نستعملوها وكيفاش خليوها لي في صندوق الوصف الا كنتم مهتمين بالامر. نهضر لكم، ندير لكم فيديو خاص غير على هاد البلانشا، كيفاش نديرو نشطو بها الشعر ديالنا، كيفاش نصايبوها، كيفاش نشعلوها، كيفاش نخدموها. يجي فيها بطبيعه الحال الكتيب ديالها، ها هو اللي كيشرحوا لك، كيشرحوا لك كلشي دومبلوا. ودائما كي كنقول لكم راه فيها حتى العربيه، ها نتوما راه كتجيب العربيه، يعني ماشي غير باللغات، فيها الفرنسيه، اسبانيا، تشينو، الالمان، نيدرلاند، فيها جميع اللغات، عارف شحال من لغه هنا، وفيها حتى العربيه. تجي كثر، وبطبيعه الحال كتجي الشكيره ديالها. الا كنا مسافرين ولا كنا في شي اوتيل ولا ويكاند ولا، كنديوها في لابوشيت ديالها باش ما نهزوهاش في الشكاره في الكرتونه، لانها كتدي حجم كبير. نديروها في هذه ونشدو عليها، شوفوا شحال زوينه انيقه اليغون ديال تيرسيو بيلو ديال الدان. او هاد البلانشا رائعه جدا، ما كتحرقش الشعر، كتبروتيجيه، لانها كديرنا كتمشط لنا الشعر بالفابور. كي كنقولوا حنايا الريفيو، واه الريفيو كيفاش نستعملوها وكيفاش كتمشط والنتيجه وكلشي. نجربها لكم يمكن في الشعر ديال البنيته ديالي ولا في الشعر ديالي وتشوفوا النتيجه، نحط لكم الفوتو. رائعه جدا، ما تقيلاش، خفيفه ما تقيلاش بزاف. وهادو هاد لي بلاك ديالها ديال تيتانيوم. ومشيت بطبيعه الحال درت دويره في البريمارك، راكو عارفين التخفيضات راهم حنا عندنا في اوروبا، التخفيضات كيبداو في الاول ديال شهر سبعة، اللي كيبغي يستغل يشري المسائل ديالو. دونك خديت هاد لابانتوف، زوينه رخيصه،
كتجي على هذا الشكل. غادي نحيد لها هذوك نصورها زوينه للدار غزاله. كيعجبوني هذوك كيبداو الرجلين يعني ماشي بحال البانطوف ما ديرلكش الصوت بحال البانطوف زوينين في الدار هكا نتمشاو بهم. هادو كفكره كادو في عيد الميلاد ولا سوفينير ولا زوينين. الثمن ديالهم جد مناسب. الثمن جو كوا نشوف 4 اورو للدار. خديت هاد الغليفات ديال الخديات ديال الكامة كيجيو جوج. عجبني هاد اللوين هذا. عندهم حتى لي دريدون الغلاف ديال لي دريدون في هذا ولكن انا ما محتاجاش لي دريدون. عجبني هذا اللوين كيعجبني الميلونجي لو كولور في لي دغا. 4.50 4 اورو. وخديت هذا السويك الدوام كل نهار رخيص من بريمارك 80 درهم 8 اورو. كيجي على هذا الشكل فيه هذا جويب من هنا ندير التليفون. انا كيعجبوني السويكات يكونوا صغيرين ديال كل نهار. ما كنهضرش انا على الحفلات او الخروج ديال العشيات ولا الحضور ولا السفر. هذا ديال اجور ديال كل نهار. ندير هنايا التليفون. هنا ندير السوارت ديال الدار سوارت الطونوبيل هنايا. يعني زويون والثمن مناسب والشكل ديالو. وفيه هنايا فيه حتى هنايا يمكن نشوف. لا هنا ما فيهش بوشيت. معليش هنا ندير مثلا هذا ديال لي طرحيطات والبزطام وزوين كيجي الصنطه ديالو هكا ديال كل نهار وصافي السلاكي. فيه جوج الالوان فيه اللون اورانج وفيه هذا. انا بغيت هذا باش يجيني مع كلشي صافي. و وخديت هاد الشيكلي عاد جابوه جديد في بريمارك. هذا كيعجبني يكون في الصاك دائما خرجنا ولا يكون عندي في الصاك صافي. والملابس الداخليه ما غاديش نوريها لكم. الملابس الداخليه راكم عارفين الصوفيطمات براغات البنيته وتقشيرات. يعني بنادم كيجدد شويه الحويجات. وهنا بطبيعه الحال من بعد ما سالينا التقضيه مشينا درنا اوتو سيني. هاد اوتو سيني عاد داروه جديد هنايا في تينيريفي في هاد الصيف من بعد الكوفيد 19. في كل جمعه وسبت والحد كيديروا لنا السينما في اون بلانير هنا في واحد الساحه سميتها الباركي ماريتيمو. كنتفرجوا افلام عائليه مع الوليدات ديالنا من السياره كما كتشوفوا كل واحد في السياره ديالو. وهنايا كيعطيوك واحد البطاقه كيديروا لك هنا الرقم ديال كما كتشوفوا راه غادي تشرحها البنت من بعد. كيعطيوك واحد البطاقه فيها رقم التليفون دير الواتساب وتكوموندي اللي بغيتي الماكله اللي بغيتي والمشروبات وتاكل بوب كورن باش الوليدات يدوزوا وقيتها مزيانه. حنا دينا معنا العشاء ديالنا لان الفيلم كيجلس ساعتين ساعه ونص حتى ساعتين دونك كنخرجوا معطلين. دينا معنا المشروبات ديالنا الزريعه البوب كورن لي ساندويتش. الصراحه دوزنا وقيته رائعه كما كتشوفوا هنايا الاسعار والماكله. المهم ماكله ماشي صحيه وماشي حنا ما طلبنا حتى شي حاجه من تما. Lo puede pagar en efectivo o tarjeta, como prefiera. Vale. Y es muchísimo más cómodo para nosotros si cuando haya hecho el pedido nos pone la cartita o en el mismo salpicadero o en el parabrisas para localizarlo okay. más tarde. Perfecto. Vale, muchas vale, gracias. 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 وهو هذا. نخليكم مع هذه الاجواء الصيفيه الرائعه اللي دوزناها الصراحه زوينه. خليتكم في امان الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد وتضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا باي جديد في القناه. تهلاو في راسكم وصيف سعيد ان شاء الله. مع السلامه.